مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طلاب الأعزاء، طلاب مدارس الأندلس، مرحبا بكم طلابي طلاب الصف التاسع في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. عنوان درسنا بإذن الله تعالى التحليل والتحريم حق لله تعالى، الجزء الأول، والكتاب به الدرس صاد 102. أذكر أحبتي بتجديد النية لله تبارك وتعالى. نبدأ أحبتنا الكرام بالقيمة، فدرسنا يعلمنا الالتزام بأوامر الله تعالى والبعد عما نهى الله تعالى عنه. ما حرمه الله يا أحبتي فهو محرم، لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يمكن أن تحرم أو تحلل أنت بنفسك، وإنما لابد أن يكون ذلك على يد العلماء الثقات وبمنهج الله عز وجل، ودون الخروج على ضوابط الله تبارك وتعالى. فالذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت لا تحلل شيئا من عندك ولا تحرم شيئا على نفسك، هو في الأصل حلال، فالتزم بأوامر الله عز وجل وابتعد عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه حتى تكون من الناجين يوم القيامة. نبدأ في أهداف درسنا يا أحبتي. الهدف الأول هو تلاوة الآيات من سورة الأعراف من الآية 31 إلى الآية 34 تلاوة صحيحة، أن نفسر مع بعضنا معاني المفردات الغريبة تفسيرا صحيحا، أيضا أن نذكر سبب نزول الآيات، وأن نستنبط ما أمر الله به عباده في الآية 31 ومما حذرهم أيضا في نفس الآية. أما الهدف الخامس والأخير وهو أن نبين ما أباح الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآية 32. تعالوا بنا يا أحبتي أولا مع التهية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الآية من سورة الأعراف. السؤال يقول: استذكر بعض الأعمال التي كان يقوم بها بعض العرب من غير قريش، أي أن قريش لم تكن تفعل ذلك، ويدعون أن ذلك من عند الله تعالى. طبعا كانوا يرتكبون بعض الأعمال، مثل أنهم كانوا يطوفون عراة حول الكعبة. بين يدي الآيات الكريمة سورة الأعراف يا أحبتي هي سورة مكية، وعدد آياتها 206 آية. تبين الآيات منهج الإسلام في التحليل والتحريم وموافقة الفطرة الإنسانية السليمة. نبدأ أحبتي بتلاوة الآيات المقررة للشرح والتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه أحبتي هي الآيات المقررة للتفسير معنا بإذن الله تعالى.
تعالوا بنا أحبتي لنقف على معاني المفردات والتركيب. نقول هناك بعض المفردات نريد أن نعرف ما المقصود بها. خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تسرفوا، كلمة بطن والإثم والبغي. أجل، ما معنى خذوا زينتكم؟ نعم أحبتي، معناها البسوا ثيابكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المقصود بكلمة مسجد هنا صلاة. ولا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد المعتاد، ما بطن ما استتر من المعاصي. الإثم المقصود به المعصية، والبغي المقصود به التعدي على الناس. أما كلمة أجل فمعناها وقت. هذه هي معاني المفردات يا أحبتي، جزاكم الله خير. الآن أحبتي مع محاور الآيات الكريمة. الآيات الكريمة عندنا تنقسم إلى أربعة محاور. المحور الأول هو الاعتدال والتوسط فيما أحل الله تعالى، وهذا سنجده في الآية 31. أما المحور الثاني فهو إنكار تحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات، وهو سنجده في الآية 32. ثم بعض المحرمات، وهذا سنجده في الآية 33. ثم لكل أمة أجل، وهذا سنجده في الآية 34. أحبتي ننتقل إلى سبب نزول الآيات. سبب النزول: كان بعض العرب من غير قريش يطوفون حول البيت عراة. يطوفون حول البيت عراة، وانظر من غير قريش، أي أن قريش لم تكن تفعل هذا الأمر، بزعم أنه لا يصح طوافهم بثياب عصوا الله فيها. تخيلوا يعني قبح زعمهم. وكان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفون ليلا، وكان ذلك مستمرا عندهم حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية، فأمروا بعدها بلبس الثياب. إذن سبب النزول قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هو أن بعض العرب كانوا يطوفون عراة حول البيت بزعم أنهم لا يصح طوافهم بثياب عصوا الله فيها. أما قوله تعالى: وكلوا واشربوا، فقد قال ابن السائب: كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام حجهم دسما، ولا ينالون من الطعام إلا قوتا، أي ما يقيتهم، أي فقط يعني ما يبقيهم تعظيما لحجتهم. فنزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا، أي أنهم حرموا على أنفسهم شيئا حلال، حرموا على أنفسهم شيئا حلال. وفي رواية: فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. يبقى إذن في الآية الأولى والآية الثانية نجد أنهم حرموا على أنفسهم أمرا حلالا. في الآية الأولى حرموا على أنفسهم اللباس أثناء الطواف، وفي الآية الثانية حرموا على أنفسهم الطعام والشراب أثناء الحج. وفي كلتا الحالتين نهاهم الله عز وجل عن هذا الأمر وأمرهم بغيره. أحبتي، بماذا أمر الله عباده في الآية 31؟ يقول الله عز وجل في الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. السؤال يا أحبتي: بما أمر الله تعالى عباده في الآية؟ انظر في الآية وتأمل حتى تعلم بماذا أمر الله عز وجل عباده. نعم، أمر الله عز وجل عباده في الآية بأخذ الزينة عند كل صلاة، ويعني بالزينة هنا ارتداء الثياب التي كان العرب من غير قريش يحرمونها على أنفسهم أثناء الطواف. فجاءت هذه الآية توجب ستر العورات في الصلاة، لأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ليس هذا فحسب، بل أن الآيات بيّنت كذب المشركين الذين يحرمون ما لم يحرمه الله من لحوم الشياه وألبانها للحجيج. فأكدت الآية أن الأطعمة والأشربة والألبسة مباحة ما لم تتخذ من حرام أو تكون على وجه الإسراف، أو تكون على وجه الإسراف. لماذا نهى الله تعالى عن الإسراف في ختام الآية؟ نقول: لأن الله تعالى لا يحب المسرفين يا أحبتي، ولما في الإسراف من التعالي ولما فيه من التشبه أيضا بالشياطين. قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه
كثورة. يبقى لما أنظر إلى هذا السؤال، لماذا نهى الله تعالى عن الإسراف؟ نقول لسببين أو لثلاثة أسباب. السبب الأول لأن الله لا يحب المسرفين، السبب الثاني لأن الإسراف فيه تعالي على الناس، السبب الثالث أن الله لا يحب من يتشبه بالشياطين والإسراف فيه تشبه بالشياطين. قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هناك نشاط يقول: تأمل الصورة التي أمامك ثم اقترح حلا لهذا السلوك في الصورة وناقشه مع زملائك. ما الصورة؟ عن ماذا تعبر؟ الصورة تعبر عن الإسراف. أخذ طعاما كثيرا ليس على قدر حاجته وأكل منه القليل ثم قام بإلقائه في سلة القمامة، وهذا الطعام ربما يكون نظيفا، وربما يكون هناك من الفقراء ما لم يجد مثل هذا الطعام، ومع ذلك هو يلقيه في القمامة، وهذه نعمة. فكيف نحافظ على هذه النعمة؟ نعم، هناك سلوك يا أحبتي، طبعا نشاط موجود صفحة 105. الحل هو إما التقليل من الطعام وعدم الإسراف فيه. طيب، فإن تبقى شيء، إن تبقى شيء اتصلوا بجمعية حفظ النعمة، وهي عندكم هنا في قطر من أفضل الأعمال التي أراها، تحفظ النعم على الناس ليستفيد الفقراء والمحتاجون. وأقول يا أحبتي أن جمعية حفظ النعمة بفضل الله عز وجل تغلف الطعام، لا تقدمه للفقير كما هو، لا، بل تغلفه وتقدمه للفقير في أفضل وأبهى صورة، حتى يعني لا يشعر الفقير بانكسار، ولا يشعر الفقير بأنه يأكل بقايا أو يعني بقايا طعام الناس، وهذا طبعا من طيب أخلاقهم. أسأل الله عز وجل أن يتم عليهم النعمة، اللهم آمين. ماذا أباح الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآية 32؟ إنكار تحريم ما أحل الله عز وجل. تعالوا بنا نقف على الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه هي الآية. ما الذي أباحه الله تعالى لعباده المؤمنين في الآية؟ نقول يا أحبتي: وعندما التزم المسلمون بهدي القرآن الكريم وطافوا ساترين عوراتهم ولم يحرموا على أنفسهم اللحم والسمين واللبن وغير ذلك، ومما كان المشركون يحرمونه على الحجيج عيروهم بذلك، أي أن الكافرين عيروا المسلمين بذلك، وزعموا أنهم تجرؤوا على حرمات الله تعالى، وقالوا استحلوا الحرم، استحلوا الحرم. فنزلت الآيات الكريمة تبين أن الزينة من ملبس ساتر للعورة، وما يزيد عليه مما يتجمل به، ما يتجمل به الناس، وطيبات الطعام والشراب هي مما أباحه الله للمؤمنين، بل هي حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، ولكنها خاصة للمؤمنين يوم القيامة. أي الإنسان لا يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، وبعض الناس يرتكبون الحرام وعندما يرون غيرهم يرتكب الحلال يعيرونهم بذلك، وربما يسخرون منه، كمثل الذي لا يصلي ويسخر من المصلي، كمثل الذي لا يتصدق ويسخر من المتصدق، هو يظن أنه يفعل شيئا عظيما ولكنه بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى. هذا ما حدث مع المسلمين، الكفار عيروهم وقالوا أنهم استحلوا الحرمات، وهذا طبعا غير صحيح تماما، بل أن المؤمنين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى ختام درسنا يا أحبتي، انتهى درسنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. أذكر بضرورة الاهتمام بالفيديوهات سماعا وفهما وتفاعلا وإجابة على أوراق العمل وعلى الاختبارات الإلكترونية المرسلة إليكم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم الحفظ والفهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.